دونالد ترامب مذنب، هل يدخل السجن؟ هل ما زال بإمكانه أن يصبح رئيساً؟ أسئلة مشروعة، وعلى الرغم من أن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائياً، فإن الملياردير الجمهوري سيتمكن مع ذلك من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، ذلك أن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة. المرشح الممتعض من الحكم استعاد حريته كاملة على الأقل لغاية مطلع يوليو، وحدد رئيس المحكمة 10 من صباح الخميس في 11 من يوليو موعداً للنطق بالعقوبة، موعد يصادف قبل 4 أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسمياً تعيين الملياردير المثير للجدل مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر. وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى 27 يونيو للرد على هذه الدفوع. فهل سيدخل السجن؟ يواجه ترامب نظرياً عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات، ولكن هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقه 78 عاما. وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع بالإضافة إلى غرامة مالية. وفي مطلق الأحوال، فإن ترامب أمامه مهلة 1 شهر لإخطار القضاء بنيته استئناف الحكم، ومن ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسمياً، وما هي إلا ساعات على صدور الإدانة حتى أعلن المحامي تود بلانش وكيل الدفاع الأساسي عن ترامب في هذه القضية أن فريق الدفاع سيستأنف في أقرب وقت ممكن الحكم. ومن المرجح أن يؤدي استئناف الحكم إلى تجميد مفاعيل كل العقوبات المتأتية عنه، لا سيما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ. ومن المفارقة أيضاً أن إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجنية بحقه، وحتى إن دخل السجن فعلاً. ومن غير المرجح أن تنطلق محاكمة ترامب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية، وإذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية فإن إدانته هذه لن تحول من دون توليه مهام منصبه في يناير 2025. بالمقابل، لن يتمكن ترامب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يصدر أمراً بكف الملاحقات في هذه القضية.